أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله عليه الصلاة والسلام. أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وجاهد بالله حق جهاده حتى أتاه اليقين، وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الأمي الكريم، واحشرنا تحت لوائه يوم الدين، واجعلنا من ورثة جنة النعيم، وارزقنا جوار النبي محمد صلى الله عليه وسلم في الجنة يا رحمن يا رحيم. أبا أخو الكرم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. عن أبي أسيد مالك بن ربيعة الساعدي قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ جاءه رجل من بني سلمة فقال: هل بقي علي من بر أبوي شيء بعد موتهما؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال: نعم، الصلاة عليهما والاستغفار لهما وإنفاذ عهدهما من بعدهما وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما وإكرام صديقيهما. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. في هذا الحديث النبوي الشريف يبين لنا النبي عليه الصلاة والسلام أمر مهم جدا. إخواني الكرام، نحن كلنا بحاجة إليه. أبدو قدموا جماعة بارك الله فيكم، تقدموا على الأقل تقدموا بلا سفارة قد منها، بارك الله فيكم وأحسن الله إليكم. أهل المسجد صغير شوي، وتقدموا بارك الله فيكم، تقدموا. النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث يبين لنا أمر مهم جدا نحتاجه جميعا، الناس كل تحتاجه. ما هو هذا الأمر؟ النبي عليه الصلاة والسلام كان جالس مع الصحابة رضوان الله عليهم، فجاءه رجل من بني سلمة، رجل يسأل في النبي عليه الصلاة والسلام. وش سألوا؟ قالوا: يا رسول الله، هل بقي علي من بر أبوي شيء بعد موتهما؟ قال يا رسول الله: أنا والدي من كانوا حيين كنت مصلي فيهم وأبرهما وقائم بما أستطيع اتجاه والدي، يعني بار والدي. الآن قدر عليهم الله سبحانه وتعالى وتوفى والدي، ربي يرحم والدينا إن شاء الله جميعا. فبعد وفاة الوالدين هل بقي هناك شيء؟ كاش ما زال كما نقولوا يلزمني حاجة اتجاه والدي؟ هذا السؤال. هل بقي علي شيء من بر أبوي بعد موتهما؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، ما زالت حوايج بعد ما يتوفى والدينا ربي يرحم إن شاء الله من مات، وربي يبارك في من ما زال على قيد الحياة ويرزقنا برهم أحياء وأمواتا. قال النبي عليه الصلاة والسلام: نعم، وش هي؟ الصلاة عليهما والاستغفار لهما وإنفاذ عهدهما من بعدهما وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما وإكرام صديقهما. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث رواه أبو داود والترمذي. إذن ما هي الأشياء اللي بقات في ذمتنا اتجاه والدينا بعد الوفاة؟ عددها النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث أربعة أشياء، وبعض العلماء يحسبوا اثنين مع بعضهم، والبعض يقولوا خمسة وبعض أربعة، لا يهم. أولا: الصلاة عليهما. وقال العلماء في شرح الحديث: الصلاة عليهما ليس المقصود بصلاة الجنازة،
الصلاة عليهما بمعناها اللغوي، بمعناها الدعاء للوالدين، أنك تدعي لوالديك بالرحمة والمغفرة، أن تدعي لوالديك بعد وفاتهما. لا تنسى هذا الأمر، ما تنساهش، ادعي لوالديك بالرحمة والمغفرة وهم أحياء، وادعي لهم بعد الوفاة. لا تترك لسانك يغفل عن ذكر الله سبحانه وتعالى ثم عن الدعاء للوالدين، لأن الصلاة، تعريف انت على الصلاة وش هو؟ تعريف الصلاة لغة هي الدعاء، فالدعاء للوالدين أمر مهم جدا. فالإنسان ربما في الأيام الأولى اللي يتوفى والديه يكون متذكرهم، يا رب يغفر والدي، يا رب يرحمهم، هم بعد شوية تبدأ طول المدة وتبدأ المشاكل وتبدأ الفتن تاع الدنيا ويروح الأرشيف ينساه، يخطأ جي حوايج أخرى الواحد في دماغه. لا، الإنسان يتذكر والديه، لأن سبب وجودنا في هذه الحياة هما والدينا، السبب تاع الوجود تاعنا هما والدينا. فالنبي عليه الصلاة والسلام نبهنا لهذا الأمر، الدعاء، الصلاة عليهما أي الدعاء للوالدين. ثانيا والاستغفار لهما، والاستغفار للوالدين، أن الإنسان يكثر من الاستغفار لوالديه، اللهم اغفر لوالدي، اللهم ارحمهما، اللهم اغفر لهما، اللهم ارحمهما. هذا الاستغفار إخواني الكرام ما هو أجره؟ صلوا على رسول الله. كثرة الاستغفار للوالدين وش الدور تاعها؟ في حديث آخر للنبي عليه الصلاة والسلام يبين أن الإنسان المؤمن، تبع معي مليح، أن الإنسان المؤمن عندما يوضع في قبره ينعت له ربي سبحانه مكانه من الجنة، ينعت له بلاصته في الجنة، هاي الدرجة تاعك في الجنة. أنت راك الآن في الدرجة 20 ولا 30 ولا 40، الجنة 100 درجة، ربي يجمعنا فيها إن شاء الله. فعندما الإنسان يوضع في قبره، وإذا كان إنسان مؤمن ومن أهل الصلاح والتقوى، ينعت له ربي سبحانه مكانه في الجنة، يقول له هاي بلاصتك في الجنة، قال في الدرجة كذا. لما تقوم القيامة ويبعث الله سبحانه وتعالى العباد، ويدخل الله سبحانه وتعالى هذا العبد، يقول له يا عبدي ادخل للجنة، روح لبلاصتك في الجنة، فيجي داخل سيد هذا يلقى بلاصته زادت، مكانته ارتفعت في الجنة، فيقول له يا ربي كيف؟ أنا نهار اللي حبس الأعمال تاعي، نهار اللي حبس الكونتير تاع الحسنات بموته ووضع في قبره، يا ربي كنت في الدرجة كذا في الجنة، منين جاتني هذه باش طلعت أنا زدت في الأجر وزدت في درجات في الجنة؟ يقول له الله عز وجل وش يقول له؟ هذا باستغفار ولدك لك، هذا باستغفار ولدك لك. خليت أولاد صالحين فيهم الخير بعد ما مت يدعو لك ويستغفر لك، فزدناك ورفعناك في الدرجة في الجنة. فلا نغفل إخواني الكرام، إذا كان الإنسان يحب والديه يدعي لهم ويستغفر لهم بعد وفاتهم في أي صلاة. قال بعض العلماء، مش حديث، قال بعض العلماء من لم يدعو لوالديه بالرحمة والمغفرة في الصلاة أو بعد الصلاة فقد عقهما، والعياذ بالله. لو كان يفوت عليك نهار كامل ما تدعيش لوالديك ربما يدخل في العصيان أو العقوق، والعياذ بالله. فالإنسان لا يغفل عن الدعاء، يعني وش راح يخسر؟ ربما لو كان قال لنا النبي عليه الصلاة والسلام كل يوم تصدقوا على والديكم، اجبد دراهم وتصدق بها على والديك، ربما نقولوا يا رسول الله ما عدناش الله غالب، راه ما يكفيناش، كل يوم افعل كذا او افعل كذا. لكن هذا دعاء وهذا استغفار باللسان، ماذا يكلف؟ كان واحد من السلف قال لقد مات والدي منذ سنة كاملة لم أدعو الله تعالى لشيء لنفسي. هذا واحد مات ببيه، قال لك عام كامل والله ما طلبت حاجة من عند ربي سبحانه لي أنا شخصيا،
نقول يا رب يدعي من غير دعاء خاص محجوز من غير لبيه. فذرية صالحة بعضها من بعض إن شاء الله. فالإنسان إخوان الكرام لا يغفل عن هذا الأمر، ما يغفلش الدعاء والاستغفار لوالديه. ادعي أنت لوالديك واستغفر لهم بعد عمر طويل إن شاء الله. لما تروح من الدنيا وش دير؟ راح يجوا وليداتك كيفك، ولادك يجوا كيفك، ولادك يدعو لك حتى تاب الرحمة والمغفرة. وعلمهم، اقعد حدا، جيب ولدك حداك وقول له هيا ندعو لجدك. ها انتبه لهذه مليح، حط ولدك حداك قول له هاي جدك تشتي باباك حتى ولو ما لحقش به، ولدك صغير. علمه علمه الحوايج هذه اللي لهدنا الدنيا، ما عرفنا وش نلحقوه وش ما نلحقوش. عندنا لاتين بامور اخرى، الواحد والديه يغفل عليهم، والديه ربما يدعي لهم في الايامات الاولى. واحد في نبي ولا امه عنده سمانه ولا سمانتين، شهر ولا شهرين، يدعي لهم ومن بعد ينساهم صفحه وقلبها. ايه وقتها اخر مره دعيت لبيك؟ استنى ساعه نتفكر. وقيل في العيد الكبير، في العيد الكبير وقيل دعيت له، مش رحت له المقبره، لا دعيت له، لان ربما الزياره المقبره راح تكلف واحد، ربما والديه مدفونين في مكان بعيد. لكن الدعاء والاستغفار ماذا يكلف؟ مش راح يكلف. الان قاعد الان وانت تسمع في الدرس، ادعي واستغفر لوالديك. صلوا على رسول الله، تعاودوا على بدء. إذن قال النبي عليه الصلاة والسلام: الصلاة عليهما والاستغفار لهما، الثالثة وإنفاذ عهدهما من بعدهما، وإنفاذ عهدهما من بعدهما. ما معناها؟ أي الوالدين قبل ما يتوفوا إذا وصاوك وصية فيها حاجة تأخير، فيها صلة رحم، فيها معروف وأجر، نفذها. أما إذا كان عياذ بالله وصية نتاع معصية ووصية فيها قطع رحم ما تنفذهاش. واحد يحكم بي يقول له شوف ندير لك دعوة الشر إذا كنت تكلمت مع ابن عمك فلان. لا لا اسمح لي يا بي، اسمح لي، لا لا هذه لك غلط فيها. إذا كان وصية فيها حاجة تاع خير اللي يحبها ربي سبحانه نفذها، نفذ الوصية نتاعو إذا كانت وفق الشرع ووفق الخير فنفذ الوصية نتاعو. فعندما تنفذ وصية الوالدين فهذا من برهما بعد وفاتهما، يعني كأنهم راهم حيين وانت راك مصلي فيهم. اللي بعدها وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما. بمعنى واحد الآن والديه راهم حيين، أبي وحي وأمه حيين، راهو يروح لعمامه ويروح لأخواله ويروح لعماته ويروح لخالته. قدر الله سبحانه وتعالى توفى الوالد مثلا، ربي يرحم جميع موتى المسلمين، أو توفيت الوالدة، آية يقول لك خلاص، آية قص علينا، اللي كان الكبير اللي كان جملنا فرمينا الباب، تربح راح راح، كان شاتي تحب ولهو. فيقول النبي عليه الصلاة والسلام: وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما. توفى الوالد عندما تزور عمك فهذا من صلة الرحم، وهذا من برك لأبيك. عندما تزور أخوالك وأعمامك هذا من بر من برك لوالديك، راهي داخلة كأنه بيك لو مازال حي. وانت تطيع الله سبحانه وتعالى، إذا واحد عصى فيك الله سبحانه وتعالى فلا تعصي فيه أنت الله عز وجل. وقال النبي عليه الصلاة والسلام باش يبين لنا فقط وش معناها صلة الرحم، وش معناها، ما خلهاش يعني هكذا. قال: ليس الواصل بالمكافئ، ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها. ليس الواصل بالمكافئ، وش معناها المكافئ؟ معناها فلان يجيني وروح له، ها باس باس يجيني وروح له في بعضنا. لكن لا، النبي صلى الله عليه وسلم هذا يسموه مكافئ، يعني راه واحد وتروح لك وتجي له. ها لكن الواصل هو الذي اذا قطعت رحمه وصلها. ربي يهدينا الخير ان شاء الله. والاخيره وهي شوف من سماحه الاسلام
ومن رحمة الإسلام علينا. شوف وش يوصينا النبي عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام وش يعلمنا؟ ما وش قال لك غير ادعي واستغفر لوالديك، هذا من باب البر بعد وفاتهما، ولم يقل فقط صلة الرحم، ولم يقل فقط عليه الصلاة والسلام تنفيذ الوصية نتاعهم. وش هو؟ أمر آخر ربما لا يخطر على بال الكثير من الناس، وش هو؟ قال عليه الصلاة والسلام: وإكرام صديقهما. وإكرام صديقهما، الوالد رحمة الله عليه، الوالد تاعك مثلا عنده أصحابه ديما يزوروه وديما يسلم فيه وديما يسقسوا فيه، هذا الناس أحبابه أصحابه. توفى الوالد رحمه الله، بقوا أصحابه هذا، فقال النبي عليه الصلاة والسلام، شوفني وصفنا، من برك لأبيك أنك ماذا؟ أنك تسأل عن أصحاب والدك. أبيك عنده أصحابه، الوالد توفى ربي يرحمه، أصحابه هذا بعد ما يتوفى الوالد أنت لا تقطع الصلة، ما تقطعهاش، أسأل عليهم على الأقل في المناسبات، في العيد الكبير العيد الصغير، كش ما عندهم فرح كش ما عندهم قرح، لا تقطع الصلة. علاه؟ أنا وش دخلني هذا مسحاب بي، أنا وش دخلني فيه؟ لأنك في الاهتمام بأصحابي أبيك راك تهتم ببيك، وتلحق دعوة الخير لأبيك وهو في القبر، وتلحق دعوة الخير لأمك وهي في القبر، ربي يرحم والدينا إن شاء الله. نعود حديث النبي عليه الصلاة والسلام عن أبي أسيد مالك بن ربيعة الساعدي قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ جاءه رجل من بني سلمة فقال: هل بقي علي من بر أبوي شيء بعد موتهما؟ قال، أي النبي عليه الصلاة والسلام، قال: نعم، الصلاة عليهما والاستغفار لهما وإنفاذ عهدهما من بعدهما، يعني الوصية تاعهم، وإنفاذ عهدهما من بعدهما، وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما، والأخيرة وإكرام صديقهما، إكرام أصدقاء الوالدين بعد وفاتهم، هذه من بر الوالدين. ربي قدرنا إن شاء الله على بر الوالدين وعلى طاعتهما أحياء وأمواتا، ربي قدرنا إن شاء الله أنه بر والدينا، والله ما كان ما أفضل من بر الوالدين وإحسان الوالدين. إذا شات وليداتك يحسنوا إليك، إذا شات وليداتك يحسنوا إليك، احسن إلى والديك، احسن إلى والديك، وعلم وليداتك بر الوالدين، علم وليداتك بر الوالدين. هيا وليدي، هيا اليوم ندعو لجدك ربي يرحمه، حتى لو ولدك هذا ما يعرفوش خلاص، نعت له تصويرته، هاو جدك يا بابا، هيا ندعو له، هاي هاك 10,000 اليوم مندها لهذا الفقير، وقول هذه صدقة على جدي. تعلموا، هو بعد كي يكبر وانت ترحل من هذه الدنيا يعود هو مصلي فيك، ويعود يدعي لك بالرحمة والمغفرة، ويعود يتصدق لك، لأن الصدقة من أفضل الأشياء التي تصل إلى الميت بعد وفاته، بعد الدعاء والاستغفار وأشياء أخرى كلها صالحة إن شاء الله. نسأل الله تعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يغفر ذنوبنا ويستر عيوبنا ويرحم جميع موتى المسلمين.